قبل بالصف من اطلع من حرك من البيت الى انه يوم وصلت حفر الباطن ان شاء الله. انا يعني انجليزي شهر انجليزي جون سكند اطلع من بيت. ايوه وثلاث شهر يمشي يجي كيرلا كرناتكا غوا مهاراشترا غجرات راجستان پنجاب سب ڈسٹرکٹ یعنی ہند هذا ہند کبیر یعنی ثلاثه شهر حدود من باکستان حدود ثلاثه شهر 8 9 يوم انا وصل من باکستان حدود الباكستان. طيب ركبت سياره لا والله ولا ما واحد مره هندي ما يركب سياره بعدين 3300 something كيلومتر كله 3300 كيلومتر بيت حدود باكستان. انا اخر من هندي اخر يعني بعدين كله بحر انا بيت. طيب وصلت باكستان بعدين يمشي 120 كيلومتر ايوه الى يمشي الحدود بعدين لاهور. هو حكومه سبي باكستان مو مشاكل يعني. كم يوم من حدود باكستان الى حدود وصلت حدود ايران؟ وصل باكستان داخل من باكستان بعدين 120 كيلومتر يمشي ثلاثه يوم يمشي لاهور. هو يقول لازم انت تروح من ايران لازم يعني ما يقدر يمشي هذا باكستان كله ما هذا الحكومه شويه مشكله هذا حكومه تحشير باكستان. انا انطلار مني حدود الهند أربع شهر انطلار مني أربع شهر أنا انطلار بعدين يأتي تحشيرة بعدين أنا يجي من طهران ولا واحد شهر 8 يوم يمشي يجي من شلامشي حدود إيران حدود إيران شلامشي بعدين شلامشي أنا داخل من العراق داخل بعدين هذا إمبسي حكومة كلم أنت ما يقدر روح داخل مني انت لازم روح حدود مهران لازم انت تحشيره حق بغداد ما يقدر من بصره هذا بصره قريب بصره مهران داخل من بغداد بغداد بعدين يجي من كربلاء هذا طريق زي طريق كربلاء ونجف كل خلاص زياره كل بعدين انا يرجم حدود شرطه عراقي هو يقول حدود سعودي العرار ايوه عرار بعدين انا يمشي 190 كيلومتر يعني 190 تقريبا 190 اقول عسكريه عراق اقول انت ما يقدر روح من عرار عشان ايش حدود العرار عراقي يقدر روح من سعودي سعودي يقدر يجي من عراق بس هندي ولا اي جنسيه ما يقدر داخل من عرار انت لازم داخل من الكويت كويت ويجي من سعودي بعدين 540 كيلومتر ارجع 12 يوم ولا 13 انا اجي من ابدل حدود العراق عراق ابدل الابدلي مع الكويت كويت يعني قريب من الكويت بعدين الحمد لله داخل من الكويت ويأتي يمشي يعني يمشي برميشن 7 يوم تحشيرة 1 شهر يعني يمشي برميشن يمشي من طريق 7 يوم نتكلم عادي كويت صغير يعني 210 كيلومتر 209 كيلومتر بس الحمد لله الله كريم أنا يمشي 6 يوم أنا وصل مني حدود سعودي رقية بعدين إيش اسمه هذا سالميا حق كويت بعدين داخل من اخر يوم انا اول مره من سفر انا يجي من محرم و 2009 شهر اول مره انا يمشي 61 كيلومتر اخر يوم من الكويت 61 كيلومتر ماي سايد الحمد لله يعني سحور خلاص سحور من اخر يوم الكويت خلاص سحور بعدين انا يجي وصل مني حدود الكويت ساعة 3 يعني 24 ساعة كله يمشي الحمد لله 2 ساعة بس شوية مرتاح من مسجد لخبص اللي عصر بعدين
أو أول مرة أنا واحد 60 كيلومتر يمشي من واحد 24 ساعة. يعني من طلعت من البيت. بيت. إلى دخلت. سعودية. 9 شهر. الباطن اليوم. اليوم. 9 شهر. 9 شهر خلاص. عشان رمضان 20. يعني هذا 2 يوم 3 يوم بعدين أنا هذا خلاص من 10 شهر. 10 شهر. يعني هذا السفر. الحمد لله واحد سنة كل سفر. أولا الحمد لله على السلامة حياك الله أيضا بالمملكة العربية السعودية. هدف الحج أنت جاي عشان الحج. روح من الحج إن شاء الله. الله يوفقنا وياك. آمين يا رب العالمين اللهم آمين. وليش اخترت إنك تمشي مشي على الأقدام؟ هذا ما فهمت يعني. يعني ليش أنت قلت أروح الحج مشي على الأقدام يعني من المسافة هذه كلها؟ أول يعني أنا صغير هذا أنا أفكر إن شاء الله أنا 6 مرة الحمد لله إجي من سعودي أول 6 مرة من الشغل عمرة وروح مدينة زيارة الحمد لله كله أنا أول مرة أنا أفكر هذا رغم من حج إن شاء الله أنا يمشي بس هذا سوي إيش اسمه إنجليزي كلام دريم هذا بس my dream this is my dream only my dream الحمد لله يعني كله خلاص يعني كله سوي ترتيب من بيت وعائلة كله زين وسوي من سوبر ماركت صغير بيزنس من هندي الحمد لله كل شيء سوي ترتيب بعدين أنا إيدي شغل هذا سفر الله يحييك ورايح طيب التسع شهور هذه والمدة هذه ما ركبت سيارة أبدا كل الفترة هذه لا واحد مرة باكستان انا اكلم أيوه. هذا هو حكومه أيوه. بس عشان بس هذا المراجعات باقي كله باقي كله أيوه. يمشي أيوه. الحمد لله حدود الكويت وحدود السعودي هو كلم لازم هذا حدود ان تروح سياره انا اكلم انا ايجي من 9 شهر ما يركب سياره انا لازم ابقى كله الحمد لله عسكري السعودي عسكري الكويت كل سوي مساعده زياده والله فطور كل شيء سوي ترتيب الحمد لله اول هو ما في معلوم انا يجي من حدود وما في معلوم أنا مين كيف يجي كيف يعني كله زي وفكر تشوف الجواز الهندي طيب اركب سيارة وباص باص كده أنا أكلم أنا يجي من الهند يجي 9 شهر سفر أي واحد يجي للمملكة هو ضيف على جميع أبناء المملكة ضيف على العسكريين سواء والمدنيين وضيف أنت ضيف علينا جميعا هنا كلنا سعوديين وبالعكس السعود السعوديين كلهم يفتحون محلاتهم وبيوتهم لضيوف فما بالك انت من ضيوف الرحمن قريب الحفره بات انا اول مره من سفر يعني داخل من سعودي انا ايش اسمه الرقيه بعد الرقيه ولا قبل الرقيه حدود يعني قريب من حدود يجي واحد نفر عسكري والله ما ادري هذا سعودي هو سياره ثانيه ما حكومه سياره حكومه هو يجي مني وكلم جبنت الجواز أنا هذا وقت فجر يعني ما في شمس أنا بس أنا يمشي طريق ماكشان ده هو كلم أنا جيب جواز والله أنا خوف هذا جواز يمكن ومين ما في معلوم أنا بعدين هو كلم أنا بوليس أنت جيب جواز أنا أسأل هو أنت ياتي بريس أنت ياتي بتاك لكن أنا خوف بس يعني هذا جواز أنا ياتي أنت روح بعدين أنا مشكلة أنا ما يقدر أمشي أنا هندي أنا أكلمه بعدين هو كلم أنا أكلم عسكري أنت كلم أنا كلم هو طيب أنت كلم عسكري أنا يأتي جواز عادي ما عندي مشكلة يجي عسكري وسوي شانته كله سوي ركب منه هو ما في معلومة أنا مين يعني أنا ما عندك كله موجود من داخل شانته شهادات كله يجي بعدين أنا أعطي جواز وشهادات كل شيء أنا أعطي هو شوفان في موجود فيزا تحشيرة باكستان إيران عراق كله سوي شوف هو بعدين هو ما نمنا يجي من هذا الطريق بعدين هو سوي مساء أول هو سوي شوية يعني أنا من هو ما في هو بعد خوف أنا بعد خوف أنا يأتي ما يأتي جواز يعني أنا خوف هو ما في يونيفورم ما في بتاكو يعني هو كلم والله أنا أول ما أدري أنت إيش يبغى من سعودي بريال ولا شريحة إيش يبغى أي شيء يبغى أنت الخدمة والله كل عالم يعني أول مرة أشوف واحد نفر
وما في ماله هو قلب ايش هو مين هو شانتا ممكن يجي من زي علي بابا والله ما ادري هو ايش فكر. والله الحمد لله كل دولي انا يجي انا بس الوحيد زي انت الحين انا موجود من قريبا يعني اليوم فطور كل شيء الحمد لله الحمد لله طول الله يمرك الله يسلمك. وين روح انا العراق وايران باكستان اي مكان انا روح الحمد لله الله اكبر انا وصل واحد نفر يعني اكل شاي ولا نوم ولا واحد مره واحد يوم هوتيل ممكن شركات ممكن منك من العراق وايران حسينيات والله اي مكان انا وصل الحمد لله يعني واحد يوم ما في مشكلة الحمد لله.